في الشركه هنا في حي الصناعي، بغينا شي وحدين يتدخلوا معنا يشوفوا هاد القوانين اللي ما كايناش عندنا في الشركه. الشركه فيها 300 واحد، 24 لي سباس ما كاينش بينك وبين الزميل اللي خدام معاك، ما كاينش تعقيمات، ما كاين حتى شي حاجه. يعني الشركه كتدخل مع الباب داخلين كلشي داخل، يعني الزحام كلشي غادي داخل الشركه. ملي كتوقف ثاني الشركه جالسين في الماكينه ديالنا كلشي حدا بعضياتنا، يعني هادشي خاصنا حل يديروا معانا. خوات المشغلين راه مابغاوش يحبسوا الخدم، الناس هنا دابا كل واحد كيتسنى رزقه، باغي يشد واحد الطريف ديال واحد البركه، باغي يشد باش يكمل بهاد الوقشه ديال اللي غنبقاو محبوسين في الدار. سمعتيني بنادم هنا راه خدامين، ما عندنا لا لاسينيسيس لا والو، لا لاكيس لا حتى شي حاجه. كل اللي عنده لاكيس راه غيتخلص، حنايا راه غنمشيو غنريحو، حنا انا غنتضرر. انا بعد منك سيمانه وحده غنوقف غنسافي، ما يبقى عندي شريه. وهاد الناس هادو ولا كانت شي كورونا ولا شي حاجه اللي هز شي واحد معاه راه غيدي لدارهم، راه غديع. طاليان دول اوروبيه ما قدوش عليها، حنا لا داعش عندنا، صافي السلام عليكم. ميشين ديال البشر اللي كاين مخشيه مع بعضياش، ما كاين لك ماما لا تعقيم، كل جيب معاه التعقيم ديالو، قرعه ديال الجافيل والسانيكارو اللي كل جيب الصابونه ولا العيبه ديالو، ما كاين حتى شي واحد ما كيعقم على شي حاجه. كيدور عندنا صحاب الدواء كيجيو عندنا لاشولي لداخل كيرشوا لنا الدواء حدا الماكينات المقوسه. غدامين بعدا بخير، عطاونا واحد الورقه بعدا باش كنمشيو ونجيو للخدمه، بعدا باش ما يشدوناش البوليس، معاونا معنا ديك الورقه بعد. مازال خدامين حتى الساعه عطا سولاتنا، جات عندنا الباترون قالت لنا شكون اللي باغي يبقى خدام، اللي باغي يبقى خدام غنصايبوا ليه الورقه، ولا ما بغاش يبقى خدام غادي يمشي للحجر، السايب يمشي للدار عنده ويبقى برك 15 يوم ويرجع اللي بغى يخدم مرحبا به. خدامين بلا والو، عطينا ورقه بحنا رحنا خدامين، شنو كتفيدنا هذه الورقه؟ شركه فيها 1000 واحد، فيها 100 واحد، فيها 4 لاشينات، شكون اللي غادي يداويهم الا مرض شي واحد؟ ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.